تؤمر لي يا دكتور. تامر ابني اخباره ايه دلوقتي؟ للاسف بعد عمل الاشعه والتحليل اكتشفنا ان هو مصاب بالتهاب فيروسي حاد في المخ، وده مرض شديد الخطوره. يا لهوي، وده جاله منين بس يا دكتور؟ يا مدام الفيروسات موجوده حوالينا وفي كل مكان، ممكن يتصاب بيها اي انسان وفي اي وقت. طب وهنعمل ايه؟ على العموم احنا بنديله ادويه عشان نسيطر على الحاله، وربنا يسهل. عشان خاطر ابوس ايدك، عشان خاطر يا دكتور علوم، علوم خلوه يعيش ليا. انا عارف ان انتوا تقدروا تعالجوه، وبعدين قولي الصراحه لو مش قادرين قولي. انا ابوه دي بره، يتعالج بره في الخارج، اصرف عليه اللي هو عاوزه. للاسف انتوا اتاخرتوا على ما جبتوا الحاله، وحصل مضاعفات كتير جدا في المخ. يعني ايه؟ يعني اللي هيعملوه الدكاتره بره مش اكتر من اللي احنا هنعمله. ابنكم دلوقتي بين ايدين ربنا، وادعوا له ان ربنا يشفيه ويهون عليه. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. ما تأذينيش في ابني، انت عارف يا رب ان انا غلطت في حقك كتير، لكن سامحني. ما تاخدش من ابني سندي، ما تأذينيش فيه.